الدولاب هذا من الكبر عزامته، انا ممكن اتخبى هنا من كبر الدرج هذا. وانا بحققه ولا واحد راح يوقفه، وانا باقي داري في المرور ما حيوقف الطمول. اه يا بسبوس، متى اصير غني واشتري بدالك اسد بدل ما انت جربان كذا قاعد في وجهي وجهك كل يوم؟ ابغى اجرب حياه الاغنياء، ابغى اكون غني يوم واحد. الله يخليك اعطيني، الله يخليك، حسبي الله عليك. متى يصير عندي قصور وبيوت وخدم وكل يوم الخدم يطبخوا لي بيض مطجن؟ الله، اي شيء بس جيب اي شيء. لو سمحت لو سمحت الله يكرمك. لا الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب، ما قصرت يا نص دولار ليه؟ نص دولار ليه؟ حسبي الله عليك، جيب 10 جيب 5. حسبي الله ونعم الوكيل، ورب تعبت وانا اشحت طول اليوم. دولارين ونص في النهاية، ورب قريب. خلاص خليني اروح اخذ لي قهوة، حط الكاس هنا على الله اصحى الاقيها مليانة. في فيديو اليوم راح اعيش لمدة 24 ساعة كشخص ملياردير. اول شيء راح اسويه راح اروح للمطار وراح اكل شاورما، هذه ما لها صلاح في موضوع الاغنياء. وبعدها راح اسافر عشان اروح لوجهتنا اليوم اللي راح اعيش فيها لمدة 24 ساعة كشخص غني. طبعا يا جماعة الخير وصلنا الان، هو الجو برد موت، وضايقني صراحة انه انا ساكن في فندق مرة فخم. يا جماعة الخير انا كنت احسب انه الفنادق الفخمة يجوا يوقفوا السيارة عنك، او يعني على الاقل يساعدوك في الشنط، لكن ما حد جاي يساعدني في الشنط وخلوني اوقف السيارة فخم الدنيا وانا قاعد امشي في عز البرد. زي الاغنياء قاعد امشي على الفرج. وصلنا الحين عند اللوحه حق الفندق، حندخل نسوي تشيكن ونشوف الغرفه مع بعض. يا جماعه الحين وصلنا عند الاستقبال، والاستاذ محمد قاعد يساعدنا عشان نوصل للغرفه عندنا، حتى القلم براند شركه. يعني الحاله يكفي الاستقبال الحالة، هذا كيف راح تكون السويت؟ اما قاعد اعلي صوتي من كثر الفخامه، خلاص انا الحين من الطبقه المخمليه اسمها؟ انا ماني من الطبقه المخمشه. كشفني الباب، كشفني ان انا ماني من هنا اصلا. اخيرا فتح الباب، ضحكنا عليه. بسم الله يا جماعه الخير، اللحظه الكل اللي استناها. واو واو، غرفة كده بس دوبي فتحت الباب، المنطقة دي الحالة فيه مليون حاجة نتكلم. نبدأ بالهين، عندنا يا جماعة ماكينة قهوة، حاطين لي في الغرفة ماكينة. أنا ماني عارف أعامل القهوة هذه زي الشامبو وأخذه معايا وأنا ماشي من الفندق، أظن إني أشيله معايا. سخان موية من الشركة الأصلية، علبة القهوة. يا الله الدولاب هذا من كبر عزامته، أنا ممكن أتخبى هنا من كبر الدرج هذا. متأكد كان في واحد هنا غني قبل كم يوم في الغرفة ساكن، كان يحلف نفسه يعني يتكلم مع نفسه. ايش تتوقع كان يقول؟ هل راح ازداد ثراء انا فحشا؟ هل راح اتزوج الثالثه؟ هو قد ما اتزوج اثنين عنده فلوس، هل راح اتزوج الثالثه؟ واو يا جماعه شو كلمات كبيره، شو المغسله من ذهب، ذهب يا جماعه الخير، ذهب. حتى المويه تحس انها من بير جايبينه من البرازيل. هنا ما تسوي ذهب معاه، انت سماعه عشان ايه؟ لو تبغى تسمع ميوزك وانت قاعد تسوي البيبي. امشي طلع اللابتوب هنا بالصلاة على النبي كذا. الو السلام عليكم، بيع بيع، السعر ممتاز، بيع بيع الان، بيع بيع. لا اشتري ولا اقول لك انت تصرف، انا ما اعرف، ما انا انسان ما افهم بالتجاره، بس انا متاكد الاتصالات هذه كانت تدور في المنطقه هذه. صحن فواكه، تعال يا عبد الله، تعال تعال عبد الله، اكلني عنب. شيل كان في رجل هنا ملياردير وحوالينه هنا 6 حريم، كل واحدة قاعد تأكل عنبة، واحدة قاعد تسوي الحركة دي، عرفت؟ زبالة من ذهب، زبالة من ذهب. يا جماعة كل شيء فخم، حتى الكنب، المخدات، قرب شوف 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 المخدة، المخدة تعكس الضوء معاي أنت، باين عكس الضوء ولا مو شايفه أنت ولا ما تشايفه؟ هنا جالس معاه واحد جايب له عرض ب10 مليار، هو قاعد يفكر في الموضوع. لا 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 ماني حاب الموضوع، ابغى 20. هنا صارت مضاربات تجاه، انا متاكد من الموضوع، انا متاكد. في هنا زي السطوح وما ادري ايه، تتوقع اقدر اطلع واروح امشي هنا اتمشى يعني حق الغرفه ده ولا مو حق الغرفه؟ نخاف انه يمسكونك الحين. لا اجل ما حطلع، قفل قفل. والله حسن المكان هنا حسن، انا بس المكان ده انا ما احبه، تعرفون انا اهم غرفه في الفندق هنا. غرفه النوم عزيزي المتابعين.
السرير مرتفع زيادة عن اللزوم. واحد اثنين واو والله نطيت لأول مرة أنط على سرير فندق راسي ما يوجعني، أحس إني ارتحت، أحس إني أبغى أنط مرة ثانية عادي. أحس إن المصارعين في WWE لما يتصارعوا ويطيحوا ليش ما يتعوروا؟ شايفين نفس نوع السرير هذا في الحلبة، أنا متأكد. أطل أنا هذا عرفته حق الأفلام اللي يمشوا فيها في الحرب. هذا إيش؟ إيش هذا؟ إيش تتوقع الشيء هذا يا جماعة؟ والله شكله راديو ولا هم الأغنياء لسه على التحديث القديم؟ آلة حاسبة. حسبتها آلة حاسبة. طلع تليفون ثاني، عشان اذا التليفون اللي برا ما فيني اوصل له دق علي واحد من المستشارين الماليين حقي وانا نايم، ما اروح للصاله ارد عليه هنا على طول كذا، اقول له ايه، اقول له الو يا اخي صحيتني من النوم. يا جماعه انا ماني عارف انا محلو ولا مرايات الاغنياء تختلف عن مراياتنا. ثاني اقول لك سبحان الله الفلوس الزايده ايه قد تكون ضدك، قد تكون شيء مش كويس. ليش عندهم فلوس زايده سوي ولا حاجه كذا جدار فاضي؟ طب ليه؟ يعني انا بفهم ايش الفكره من انه فتح. جاوبني ليش عبد الله سالك الموضوع الثاني؟ صح 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 ممكن جاب فكره والله. ايوه سبحان، شفت سبحان الله، انت غني هذا ولا اعترف؟ انا نفسي اعرف هم هنا يخزنوا ملابس ولا جثث؟ ايش كبرى الدواليب؟ لا اله، ومين شفر وكشاف؟ كشاف ليش؟ يقول لك For guest emergency use only، يعني اللي زينا قاعدين نلعب الكشاف. هذا لا هذا حق الطوارئ، يقول لك عشان لو طفت عليه الكهرباء الغني ما يخاف. يقول لك الفلوس ترى ما تجيب السعادة، أنا أجيب فلوس، أنا ما أبى السعادة أبى الفلوس. الأغنياء حبيبنا مو زينا نحن، بيت كامل 60 واحد حمام واحد، لا الأغنياء يقول لك كل واحد حمام كله منديل دهب مراية دهب والق. لا يا جماعة أنا بقى أنا أشوفك اليوم صاير حلو أنت اليوم. أنا هذا الموضوع محيرني، إيش اللي صاير بالضبط؟ وبانيو يا سلام يا بانيو، ما عندهم ستار وعندهم غزاء. برضه تليفون عشان لما يدقوا عليك وانت تتروش ما عليك عذر. أنا نفسي أعرف أحد يجاوبني في التعليقات، بس أنت عندك جواب ليش حطوا كاسة في الحمام؟ اللي برا يقولك مسموح انك تشرب فيها مويه عادي. طب هنا مسموح انا اقدر اشرب هنا ولا؟ ما ادري. جرب؟ الله يعين. اسمع شوف انا غني فحينقذوني اكيد. كيف طعمها مويه عادي؟ مويه البسبوس. معلومه خاطئه قلت قبل شوي. ايش المعلومه الصحيحه؟ عشان لما تفرش اسنانك وتخلص تصب مويه وتمضمض، ما تسوي زي كذا زينا. انا عارف هنا التجار انسدحوا كثير في المكان ده ويفكروا في حلالهم ومليارتهم. سماعات في الحمام يا لا 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 مستحيل. اقدر اشغل هنا مقاطع عادي. الحين اتصل عليهم. لا انا حتصل عليهم من الحمام. تعال ما هم حاطين لنا سبيكر في الحمام ليه؟ انا ابغى اتروش ورد عن بعد، لازم امسك انا ضايقت. جيبوا فلوسي انا اريد دحين اروح اجيب فلوسي، مو حاطين لي سماعه ليش دحين؟ اقول لك هذا مزاجنا من اول يقول يسوي، ما راح افك الباب. لا يا اخي ايش بقى قاعد استهبل، ترى ما راح انت منتخب. خليه ما في لا خليه بغيت تفتح الباب. والله طفشني فندق، اول مره اشوف فندق هذا يا رجال. والواحد بيتمشى. فك الباب خليك برا. عبد الله بلا هبل، عبد الله خندق على استقبال، قلنا في واحد بيزعجنا هنا مره من جد. خلاص ترى حندق على الاستقبال على الشرطه. هندق على الشرطة. يا الله هذا شبه. وقف للصلاة وبعدها بنستكشف الفندق إن شاء الله ونروح نشوف إيش فيه. جدا. كلمنا له انه المسبح كان مقفل، كلمنا سمع انه التاجر الكبير عمر جاي يفوتك ومدحوا له. يا سلام. تعال طب تعال. كيف المسبح الحين عجبك؟ لا مره سيء يا شيخ.
مو حارة حارة، يقول لك ايه الجاكوزي، يقول لك من فوائده يزيد الاسترخاء. والله يا جماعة بعيد عن الطقطقة والمزح، هذا من احلى ايام حياتي. شعور ان انت غني وعندك فلوس كده وتدلعوه. حتى شوف الشباب، الشباب قالوا نبغى ننزل نسبح بس ما عندنا شورتات، بس عرفوا العاملين ان احنا ما عندنا شورتات، راحوا يجيبوا لهم شورتات ما ادري من فين. اشوف ابن امه غني يقول حياة الاغنياء صعبة ولا الفلوس لا تشتري السعادة. الحمد لله لك يا رب اني قدرت اخذ الغرفة هذه، وان شاء الله تدعموا المقطع هذا ويجيب تفاعل مرة قوي واعوض فلوس الغرفة، يصير اقدر اسوي لكم مقاطع اكثر زي كذا، لانه سعر الغرفة مرة مكلف يا جماعة الخير، بس انا اخذتها عشانكم عشان اسوي لكم مقاطع رهيبة. فعادي انا ما عندي مشكلة ادفع عشان قناتي. انطوني مظبطنا ومدلعنا. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش براذر. هلا والله. انزل يلا ها على طول مرة واحدة. انزل خلاص، انزل خربتك، انزل انزل انزل. دوبنا خلصنا من الجاكوزي وشفنا غرفة ساونا هنا مرة كبيرة، مرة كبيرة. بالله الساونا مو اكبر من المكتب عندي في المقر. من بيتنا. طبعا عندنا القرني دخلنا غرفة الساونا يحب يتفلسف ويقول لك هذا عشان يشغل الساونا. ما هو انا كيفي اصلا محروق خلقه، ما يحتاج تحرقنا اكثر. طبعا خلاص انا تروشت وضبطت اموري، والان جاء وقت البوفيه. رايحين نجرب البوفيه هناك ونشوف الاكل حق الاغنياء كيف. انا شايف ان البوفيه لا نهائي في جميع الاتجاهات، يمين ويسار. نبدا باليمين. اليمين عندنا عصيرات. نبدأ باليسار. كشخص غني أنا عندي متطلبات شوية عالية يا جماعة الخير. أنا ما أرضى بالتمر العادي، أنا لازم تجيبوا لي كل أنواع التمر من جميع الدول ومن جميع الألوان والأشكال. لا والله يسعدك تكتب لي قصة كل تمر ومن فين جاء وإيش إيش عيلته. وعندنا هنا الشيف. How are you chef? Good. يعطيك الصحة والعافية. طبعا الشيف مزبطنا بجميع أنواع ال هذه عيوش اسمها ولا والله ما أعرف. Which one do you prefer the most? إيش أحلى واحد عندك؟ We have donut here. For you, what would you take? One piece only. واحدة قطعة بس. أيوه. This one. Yes. I will come back for dessert for this one. طبعاً من الأشياء اللي لاحظتها غير الهدوء في المكان، الأكل مو محطوط قدامك جاهز وتغرف منه، لا. في طباخ يطبخ لك الأكل ويعطيك إياه. خلونا نصنع طبق بيض مع بعض. شيف، how are you chef? Good. يعطيك الصحة. I'm doing very good. الحمد لله. Living the life of rich people. بنسوي طبق بيض كده مع بعض. Can you help us? With a plate of like some good selections over here. I'm not good with eggs. You're the chef. Show me your best. Leave it to me. والله قال لي جيب سيب الهرجة عندي. الله يستر. الشيف يبدأ يجهز الطبق. يا سلام يا سلام. حط الزيت، كتر الزيت الله يهديه. بس شوف أخرتها. Yes please extra onion. يا سلام عليك. طلعنا من الطماطم والسلطات الحلوة. What is this? What is this? Chili. اوه والله ما عرفت ايش هو بس سلكت له. يا شباب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا جماعه. الفنادق اللي كنت اسكن فيها زمان كان يحط لك بيض يقول لك هو ده، تبغى ولا ما تبغى؟ هذا انت تنقي انت ايش تبغى. انا ابغى ده ولا ده، بس بصراحه انا وثقت في الرجال كذا شكله شيف قديم يعني. راح نقيم بكل صراحه. طبعا البوفيه ما ينتهي عند البيض شباب. طبعا كشخص غني ما ابغى نوع واحد تجيب لي جبنه بيضه وتقول لي توكل على الله. لا حبيبي، كل انواع الجبنه أمنتال. يقول لك كل أنواع الجبنة ولا أبغى فلوسي. هذا الشيء يا جماعة الخير لا تقربوا مني، ما أحبه ما أطيقه يعني. الله يكرم النعمة. هذا الشيء أنا ما أقدر عليه. المخلل ده ما أدري كيف الناس يأكلوا الصراحة. ولاحظت حاجة تضحك، الفواكه مرصوصة كأنه ما في أحد لمسها رغم أنه الناس بيجوا بياخدوا. أنا لو الآن جيت أخذت قطعتين من هنا ومشيت، هم حيجوا يحطوا بدالها قطعتين عشان يحافظوا على الشكل. جميع أنواع الكورن فليكسات أعزائي المتابعين، هذا عليكم بهذا يا جماعة. هذا أفضل كورن فليكس. والله يا جماعة ما أبغى أطول جزئية البوفيه أكثر من كذا، بس البوفيه كبير زيادة عن اللزوم. خلاص نسوي سكيب لما يجهز الأكل أرجع له. وهذا تكملة الأكل وصلت. Thank you so much. بس جابت لي عصيرين. Why two juice؟ طيب Why two juice؟ طيب ردي علي. طب ردي علي Why two juice؟ ليش تسيبيني كذا وأنا أتكلم؟ طبعا هذه هي كل الأطباق اللي عندنا. للأمانة حاولت إني ما أكثر وأحط من كل حاجة ملعقة واحدة، بس ما قدرت أمسك نفسي. طبعاً هذا هو صحن الحلا. أطهمج وأجيكم. هذا ممكن أحلى فطور أكلته. دمرت ال أنا كنت أحسب الأغنياء يأكلوا شوية شوية كذا، بس هذا البيض أحلى بيض أكلته في حياتي. هذه الفواكه ألذ فواكه، تحس إنهم يزرعوها في دولة مختلفة ما يقربها بشر ولا حيوانات ولا كذا. ما أعرف. أنا ماني قادر أصدق كذا. شوف شيء مو طبيعي يا جماعة. لا أنا حبيت فكرة إني أكون غني. حبيت كذا تكون انتهت زيارتي أو أسلوب حياتي لمدة 24 ساعة كالأغنياء. لا
لسه دولارين ونص حسبي الله. سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس جدي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع.